الاهلي بيفتتح مبارياته في دور المجموعات بفوز على المريخ في اول مباراه في دور المجموعات، وبيثبت للجميع ان انا هنا وانا موجود في مباراه موسيماني قدرها بشكل مثالي، والمريخ ومدرب المريخ ساعد على ان موسيماني يطلع الاهلي بالشكل اللي شفناه. هنتكلم في كل حاجه النهارده مباراه الاهلي والمريخ، بس طالما الحلقه دي وصلت لك انزل اعمل لايك ووصل الحلقه دي ل 50 لايك، وطب على الشاشه بتاعت الديسكربشن واعمل سبسكرايب وقرب على الجرس عشان يجيلك كل جديد، وعشان نوصل 50 مشترك قبل نهاية 2021. يلا بينا نخش في الحلقة. حطني رقم واحد في القصير. الاهلي النهارده بدا بال 4-2-3-1 اللي بيبدا بيه او الشكل اللي بيبدا بيه على طول، ولكن في بعض العناصر في الملعب مش موجوده. بدا محمد الشناوي في حراس المرمى، وقدامه بدر بنون وياسر ابراهيم، بيلعب على اليمين محمد هاني، على الشمال بيلعب محمود وحيد، ياسر ابراهيم ومحمود وحيد بيلعبوا بدر ايمن اشرف علي معلول اللي غايبين دي الاصابه، بيلعب اتنين في نص الملعب عمرو السوليه وديانج، ومخلي حمدي فتحي على الدكه كراحه ليه، وكمان بيلعب بقدام كثلاثي هجومي او رباعي هجومي قفشه وكهربا ووالتر بواليا وجونيور اجاي. الناحيه الثانيه المريخ كان على الرسم التكتيكي او الرسم اللي كنا بنشوفه التشكيله بيلعب بال 4-3-2-1، ولكن على ارض الواقع الاثنين الوينجات كانوا بينزلوا لنص الملعب وبتحول التشكيله ل 4-5-1، وده كان بيخلي الاهلي بيحاول يغير من طريقته. الاهلي كان دايما بنشوفه بيحاول يخترق من العمق، ولكن النهارده موسيماني غير شكله وغير تكتيكه نوعا ما شويه. ازاي غير تكتيكه وغير شكله؟ هقول لك انا ازاي. المريخ كان بيحاول يلعب بالخمسه ال 4-5-1 علشان يفرد الملعب، يعمل استرتش للملعب وما يديش فرصه للاطراف ان هي تلعب باريحيه. فموسيماني فكر تفكير بره الصندوق شويتين، ان هو يعمل ايه؟ يخلي الوينجات بتاعته تخش في قلب الملعب، الوينجات تخش قلب الملعب، فتخلي الدفاع بتاع المريخ يخش معاهم قلب الملعب، وكده بيدي فرصه للباكات والمساحه على الاطراف ان الباكات تاخد الكوره وتترفع. وكمان كان بيلعب نوعا ما بين الخطوط لاجاييه وقفشه، غالبا كان قفشه مش دايما، واجاييه وقفشه كان بيستلم من بين الخطوط وبيحاول يطلع الكوره للاطراف سواء ناحيه اليمين او ناحيه الشمال للاهلي، وكان خاصه ناحيه الشمال محمود وحيد، ومحمود وحيد رفع كذا عرضيه، وشفناها الحركه دي بتعمل في الشوط الاول اكتر من 7 مرات تقريبا للكره. اللعيبه الاول ما الاهلي بيستلم الكوره الونجاية بتخش للعمق، وتلاقي ان الاهلي بيلعب من الخطوط لقفشه واجاييه، واجاييه وقفشه طلع الكوره على اطراف سواء هاني ومحمود وحيد عشان يرفعوا عرضيات. ولكن هنا بقى تيجي الكلام، العرضيات اللي لعيبه الاطراف كانت بتوصلها ما كانتش بتوصل كتير، فكان لازم الاهلي ينوع شويه. ينوع ازاي؟ اقول لك ينوع ازاي. كان المفروض يعمل حاجه من الاثنين، يا اما مثلا الباك يحاول يعدي بالمهاره ويخش جوه منطقه الجزاء، او تعمل دبل اب على الباك بتاع المريخ، وده تعمل لعب الوينجات اللي المفروض تلعب ناحيه، يعني مثلا محمود وحيد معاه كهربا، كان المفروض كهربا يروح لمحمود وحيد عشان يعملوا 1 2 مع بعضهم ويضربوا الباك، او مثلا الاهلي يخلي الباك يلعب العرضيه لبره مش جوه منطقه الجزاء. كان لازم يبقى في تنوع في الشكل عشان الاهلي يقدر يسجل الشوط الاول. الاهلي خرج الشوط الاول 0-0 بسبب ان مفيش تنوع في الشكل التكتيكي او الشكل الهجومي بتاع النادي الاهلي، وده ادى ان الاهلي يطلع الشوط الاول 0-0. اه الاهلي بيوصل لفرص، اه الاهلي بيعمل شكل كويس، اه الاهلي بيعمل بتكتيك كويس وبيحاول يوصل لمرمى المريخ ويفك التكتل بتاع المريخ بلعبه ذكيه من موسيماني، ولكن مفيش اللاعب اللي يخلص الكوره قدام الجون. كذا فرصه ضاعت من كهربا، من قفشه، من السوليه، من ولتر بواليا، من اجاييه، كذا لاعب الكوره وصلت له وضيعها. وكان هنا اللمسه الاخيره بتاعت الاهلي كانت ضعيفه شويه في الشوط الاول. الشوط الثاني دخلنا نفس الشكل بتاع الاهلي، مفيش اي تغييرات ولا على مستوى التشكيل العناصر في التشكيله او على مستوى الرسم التكتيكي، هو نفس الشكل. ولكن هنا بقى فرق نوعا ما شويه. كنا بنشوف كتير جدا والتر بوليا بيخرج بره منطقه الجزاء علشان يسحب مع حد من المدافعين، والوينجات بدل ما كانت بتخش العمق لا الوينجات بقى تخش جوه منطقه الجزاء، وده شفناه في الجون الثاني للنادي الاهلي هنجي له بعد شويه. الوينجات ابتدت ليه تخش جوه منطقه الجزاء، والتر بوليا يسحب نفسه لبره عشان لما بتلاقي العرضيه تترفع لاعب يستلم الكوره او ينزلها، او العرضيه تترفع لبره لاعب يشوط من بره، او تلعب شوت باص للوينجات جوه منطقه الجزاء، وده كنا شايفينه كتير جدا 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 في المباراه. الجون الاول للنادي الاهلي هو الاهلي لعب بطريقه او بحته ذكيه شويه، خلى اجاييه وكهربا والتر بوليا يروحوا على القريبه ويسحبوا مع المدافعين ويفضلوا بعيدا تماما لقفشه الكره تلعب له ويخش تك قفشه الجون الاول. الجون الثاني بقى اجاييه عمل كل حاجه في الكوره. اجاييه بصراحه معلم، اجاييه من ساعه ما رجع من اصابه ونزل في ماتش بالميراس في كاس العالم، وكمان المباراه دي اجاييه من اللعيبه المميزه، اللعيبه اللي بيقدر ياخد الكوره يقف على الكوره يعدي الاول يعدي الثاني يطلع لك باص من رجله مظبوط، من اللعيبه القليله في الاهلي اللي هي بتعمل ميس باص بصراحه.
اجاي يقدر يقف لك على الكوره في ضغط، ياخد الكوره ويقعد يحجز على اثنين وثلاث لعيبه ويفضل الكوره معاه ويعدي منهم ويلعب باص، او يعدي من لاعب واثنين بالمهاره ويلعب باص. شفنا ده في الجون الثاني لما عدى من لاعب والثاني ولعب الباص على طول لكهربا، كهربا راح حط في البعيده والجون الثاني للنادي الاهلي. بعد الجون الثاني للاهلي الفريق بتاع المريخ ابتدى يفتح خطوطه، ابتدى يضغط على الاهلي، ابتدى عايز يرجع في المباراه مره اخرى، ولكن الاهلي قتل المباراه تماما بالجون الثالث اللي ابتدى يعافر فيها عمرو سعيد لحد ما لعيبها باص لبواليا، بواليا راح بغل كبير جدا 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 تك الجون الثالث للاهلي، وكان ممكن الاهلي يزود جون رابع وجون خامس، ولكن بعد الجون الثالث خلاص مسامير ابتدى ينزل لعيبه بدلة، ابتدى يشوف لعيبه جديده، ابتدى يشوف لعيبه اخرى، ابتدى يشوف طريقه لعب اخرى لحد ما رمى الثالث. الاهلي في البدايه قدم اداء كويس جدا، بيلعب كل الفرق اللي معاه في المجموعه، انا مش فريق سهل، لا انا فريق هخش كل مباراه بلعب على فوز سواء جوه مصر او بره مصر. المريخ مش بالمستوى اللي نقيس الاهلي عليه افريقيا، المريخ مع كل احترامي ليه مع كل احترامي للسودانيين اخواتنا، ان المريخ مستواه متواضع عكس الهلال مثلا، الهلال مستواه كويس، لكن المريخ انا وجهه نظري اللي هو المريخ مستواه متواضع، ممكن يعمل شكل هناك في السودان، لكن هنا في مصر ضد الاهلي ما قدرش يعمل اي شكل، ما قدرش حتى يقفل الحته الدفاعيه بتاعته اللي كان المفروض المدرب بتاعه بيلعب الحته دي اللي هو يقفل الاطراف ويقفل دفاعيا ويقف يعمل دفاع كومباكت ب 4 5 1، ولكن ده ما حصلش. الاهلي عرف يفك التكتل ده بلعبه بسيطه جدا جدا جدا، ان يسجل منها جون واثنين وثلاثه. في لعيبه من النادي الاهلي كويسه جدا جدا جدا، اولهم بدر بنون، ياسر ابراهيم لاعب عالي جدا، حمود وحيد من اللعيبه اللي بعيده جدا جدا عن المشاركه، ولكن لما رجع وشارك مباراه زي مباراه المريخ في دوري ابطال افريقيا قدر يقدم مباراه كويسه. محمد الشناوي حارس كبير قوي قوي قوي، حارس كبير جدا جدا جدا، انقذ النهارده الاهلي من جونين او ثلاث اجوان. محمد الشناوي او كما قال يقول كل الناس في الدنيا بتقول لك ان الحارس نص الفريق، وفعلا الحارس هو نص الفريق. الاهلي النهارده كسب بالثلاثه على المريخ، يوصل كده خلاص هو اول مجموعه من مجموعته بعد ما سيمبا كسب في تجربه 1-0 بس، قال اول مجموعته. في المباريات اللي جايه عنده مباريات، انا وجهه نظري مجموعته سهله جدا ضد سيمبا وضد فريق لاب، يقدر يكسب المباريات اللي جايه بكل اريحيه ويصعد كاول مجموعه من مجموعات دوري الابطال. في الاخر ده راي شخص واحد، انا شخصي انا، وفي قول لي رايك انت في الكومنتس، ومبروك لكل الاهلاويه باول فوز لي في المجموعات. ولو الحلقه بس تعمل لايك وانت سبسكرايب في القناه وفعل الجرس يجيلك كل جديد عشان نوصل 15 مشترك قبل نهايه 2021، وتابعنا على السوشيال ميديا بتاعتي في الديسكربشن تحت، ومش على الفيسبوك وتويتر على تويتر. معاكم مصطفى، نشوفكم الحلقه الجايه، سلام.